السلام عليكم متابعين قناة مريم شانيل، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. بلا شك الناس اللي متبعينا عارفوني فين جبتهم اليوم، عند الوردة الذهبية اللي كيتواجدوا في الولفة. العنوان البنات كازا الولفة الحاج فاتح، جا وحده المسجد ديال الحاج فاتح، هذيك الدخله ديال اللي كاينه حسنا شوب، كاين الوردة الذهبية. الناس اللي ما عرفوش رسلوا اليوم لوكايز، اجيو معايا شوفوا ولد كينان. السلام عليكم هيثم، كي داير؟ لاباس؟ لاباس. شنو غنقولوا ليهم؟ ديروا لايك وسبسكرايب باش يوصلكم الجديد. واليوم مناش غيبداو عندنا الاثمنه ديال هاد التوابه هيثم؟ على جوج دراهم. صافي دار لكم الثمن هيثم. هذا 4 دراهم. 4 دراهم. هادو 5 دراهم. اسمع رشيد غيصيفطك للبلاد. صافي كينان، سميتو هيثم. هيثم هو اللي غيدير لكم الاثمنه اليوم، غتهلا لي في المتتبعين ديالي. ما كاين غير درهم 2 دراهم ياك هيثم؟ 500 درهم. لا غليتي لي على الناس. وهادو 300 درهم. هادي 300 درهم. يلا كتف درهم 2 دراهم، خليك في درهم. هادي 1000 درهم. لا صافي هيثم، صافي انت ما غتقولش لينا الاثمنه، دابا بديتي تتغلي علينا. لا باش شي واحد كان غني يشري هادي ب 1000 مليون. اللي كان غني اللي غني، حنا بغينا الناس كلشي يشري. الشعبيه واخده شعب ديال الشعب، الوغ ديال الشعب. 800 درهم. انت شوف وليدي، انت شوف سيدي هيثم، حنا جينا هاد الحياه باش نيسو مع الناس كاملين ونقادو الاثمنه مع كلشي ياك، ونعاونو الجميع وما نغشو حتى واحد ياك. هادشي اللي تنوصوك عليه. الله يصلحك اوليدي. انا هادو كيداير اخويا كينان؟ لاباس عليك، الله يحفظ لك الوليد، الله يخليه لك، الله يعطيك الصحه. مرحبا بكم، خليكم معنا اليوم حلقه استثنائيه ان شاء الله، غيكون فيها اسمنا زويبلين وغتكون فيها نعمل الناس العا اللي كنتو بغيتوها وطلبتونا ليها، ان شاء الله وجدناها لكم. خليكم معنا. مرحبا خويا كينان، باش غنبداو؟ نبداو بسلعة الموسم دابا حاليا، البرد غادي بعد اليومات الشتاء، البرد كيداير الله يسب بزاف، طاحوا فيهم الثلج. مازال كازا شويه، كازا بارده بالنسبه لخارج كازا. تبارك الله كازا فيها مناطق دابا، تبارك الله الدخله تاع كازا وخرج تاع كازا بارده بزاف. حنا وسط المدينه بحال هكا كيكون شويه الدفء، ولكن صبحتي كل برد في بنهار تتشكل شويه. الناس ديال الرحمه مثلا، الرحمه عندنا في الدار البيضاء، اولا الناس ديال اناسي وسليمون مثلا والبرنوصي، راه كاين البرد. هذيك دخلوا وخرجت كازا فيها البرد، ما كاينش زعما اللي يغطيها. هنا الوسط رحمنا الله شي شويه. هانتي غنبدا لكم بهذا شانيل. شانيل اللي هاد اليومات كاين في اليوتيوب، اسمنه خياليه، حطوا الناس في اليوتيوب اسمنه خياليه، واش حيت تحرك عاوتاني البارد ولا معات. ديما الناس سبحان الله العظيم كيستغلوا الظروف وكيستغلوا الازمات. هذا بالنسبه لشانيل اخويا كينان، واش فيه في الاوريجينال وفيه الكوبي؟ بيان سور شوفي انا ملي نقول لك على الشانيل كيف ما كان نوعه، سواء اوريجينال او لا مثلا باد كام ولا حتى موين كام، الانسان يحضي مع غير من الخوات فقط. اذا لو قلت عندي شي ملاحظه وقلت لي واش هذا ما كيتشنتفش، وقال لك غير ما يتشنتفش، راه كذاب. هذا كاليتي غزاله ديال الحضورات، حتى الشتوى تيكون فيها الحضورات. ها جلبه الحضورات كتلبسيها تعاودي من داك الشهر فيه وتحضي منها غير مع الخوات فقط. واجي تشوفوا معايا اللوينات اللي فيه، الناس اللي غيبغيو يسكرينيو، كاين في هذا البلوغوار، في هذا الابيض، في هذا الكرينوار. شوفوا معايا هذا الباج كريمي، شوف هذا الباج كريمي ها هو. شوفوا معايا البنات باج كريمي كيفاش داير، نقرب ليكم باش تشوفوا. ندوزكم لهاد الزواقه هادي، ها هي كيفاش داير. شوفوا معايا البوردو حقيقه، اللوينات تحمقوا. هادي شحال فيها من مترو؟ كتكون فيهم جوج ونص، جوج ربعين، فيهم متر و60 في العرض، اذا كافيين من داك الشرفي. شانيل ديما تيكون عريض في العرض ديالو، كيكون عريض كيخليه انه يخول له المغرب، واخا تكون شويه مثلا عامره كيجد كوبي. عندي في هذا واحد اللون المعلوم، داك البلونكاسي ديالو انا غنوريه لكم ان شاء الله. سي الحسن الله يعطيك السر، البلونكاسي ديال هذا باش يشوفوه الناس ياك. ندوزو لهاد الزواقه باش ما نرجعو للبلونكاسي. شوفوا معايا دا كارو، هانتي الكارو هذا عندي فيه اللي بصفر، وعندي به بحال هذا اللون هذا نوريه هانتوما. كنحاول نشد لكم الناس تاع خارج كازا باش تسكرينيو وترسلوا لينا. هادي تشوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله، شوفوا لي اللوينات هانتي يا لاله. هذا اللوينات ديال هاد الزواقه انا غنعطيها لك، اللي عجبت هاد الزواقه هادي هي لويناتها. نرجعو لهاديك الزواقه المعلومه اللي كان فيها البلونكاسي، راه فيه هاد السيال واعر بزاف. شوف كيداير، شوفوا معايا هاد السيال هذا، وها الكريمي ديالها بالنوار تبارك الله ما شاء الله، لون كينسيك لون. شو هاد تبارك الله، هاد الدم الغزال هذا ماشي فيل، ماشي حمر، دم الغزال
جا انيق بالدوغي الكحل ديالها بالدوغي هو زوين نزيدو كملو نوع الاشكالات اخرين واخا شوفوا معايا هنا لها البلو مارين الناس اللي كيبغيو البنات غالقين في الشواء شوفوا معايا البنات البلو مارين هذا واحد لون انيق تا هو شي شوف معايا البنات هاد اللون شحال غزال حقيقة اللوينات تيحمقوا هانتوما وكاين نواغ على اللف سيد ديما كتخلي لي النواغ حتى الاخر شوفوا معايا النواغ بالدوغي النواغ حتى هو غزال شوفوا معايا البنات النواغ هذا راه النواغ شوفوا راه مغلوق البنات غير مع الضو كيبان لكم هكذاك خويا كينان تمام بطبيعة الحال دابا بغدات القضية كي تنقولو شي شوية والناس كيفكروا على انه كيفاش غيديروا جلابة وحنا في شهر واحد مثلا شهر جوج هو على الابواب غتلبس جلابة دابا كون على يقين انك كتحطها في الماريو راه شهر جوج ان شاء الله ولا ثلاثة تقدر يسخن الحال ياك حنا ديما عندنا المغرب ولا المغرب ولا شوية صعيبة ما بقيتش عارف انت تجي الصاد ولا انت تجي البرد داكشي علاش الوردة الذهبية دارت لكم ثمن ممتاز باش شتي الا شريتي وخيط ولبسي وسخن الحال خبي العام الجاي 200 درهم شانيل 4000 ريال 4000 ريال كيف قلنا لهم في الفيديو كوبو كامل كوبو كامل جوج ونص اللي تكلمنا عليها مثلا في اللايف اللي فات قلت لهم احنا غنحطوها ب 200 درهم 200 درهم الناس صراحه ما تسناوش هذا الفيديو هذا جاو تقداوها ولكن راه الكميه باقا موجوده انا تنقول دابا الناس اللي غيشوفوا هذا الفيديو الكميه راه موجوده اللي عجبته شي حاجه وسكرينها مرحبا به 200 درهم وحتى الى شهر ثلاثة ولا مثلا في الحال كتبقى لي العام الجاي حيت هذه كاليتي مزيانه ما يوقع لها والو غد المعالبه الانسان غير من الخاتم فقط ومرحبا بكم معنا خليكم معنا باقي المفاجات هنا دابا شنو غندوزو تويد 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 المعلوم كاليتي مزيانه اللي تبارك الله بغاو الناس اللي تقدوا عندنا كاملين يشكرون عليه قال لك الله يجزيكم بخير على التوب عطيناهم توب بجوده عاليه ياك وثمن جد مناسب وتاحوا فيه في اللبسه توب سخون وطايح شوفي انا نطلق هذا التوب هذا تشوفوه راه الاهم هذا الشيء كله على انه سخون وفي نفس الوقت طايح توب زوين رجال وعيالات ها هو ها اللوينه تاعو ذكرنا بهذا الشيء حيت البرد جا ولو ان البرد ما جاش كنا غنشوفوا ارتيكل اخرى ولكن دابا منين البرد رجع هاد اليامات كان علينا ضروري نبينوا هاد لي زارتيكل هادو هذا شحال فيه من متر منهم جوج ونص وبالنسبه للرجال غتيبغيو 3 متر وكاينه كاينه حتى 3 متر دابا نقول لهم الثمن تاع جوج ونص جوج ونص 150 درهم 150 درهم هذا هو اللي كنت خديت عليه وعد على نفسي لانه باش غيتحسب ليا في المحل باش غنبيعو جمله اذا بعتو كي الجمله كيتقصد كتجي وحده كتقول لي شوف انا بغيت 10 الكوبونات شحال هو ثمن الجمله تنقول لها الوردة الذهبية عندها ثمن الجمله هو ثمن التقسيط علاش حيت بعض المرات كنبيعو بقل من ثمن المصنع بحال دابا مثلا كتسول على الارتيكل دايره 150 درهم حنا دايرين لها 100 وكتجي تقول لك اودي بشحال ثمن الجمله راه ثمن الجمله هو 150 احنا 100 درهم راه يصول غير الهدف تاع الوردة الذهبية البنات انا كل شيء المساله لاحظتها في الوردة الذهبية سبحان الله دابا كتجي وحده كتقول لك انا راه خياطه مثلا ولا انا راه كنبيع غندي عندك العادات تنقول لها غير لباسه ولا كيدو عندنا العادات سبحان الله العظيم وحده كتجي باغي تلبس وكتاخذ 5 6 7 الكوبونات حيت كيجي غير رخيص مسكينه كيجي هذاك الشيء رخيص قلت لها اذا راه حنا ما بقاش عندنا فرق بين ولا مثلا ما كندوش مقارنه بين وحده باغا تبيع وحده باغا تلبس علاش حيت كنطيحوا الاثمنه وتنبيعوا بقل من ثمن المصنع اللي باغيين يبيعوا اخويا الله يسهل عليهم واللي باغا تلبس حتى هي الله يسهل عليها حنا بغيناكم كاملين تستافدوا عند الوردة الذهبية لا الناس اللي بغات تبدا المشاريع ديالها لا الناس اللي بغات تلبس هذا هو الهدف ديالنا حنا الهدف تاع الوردة الذهبية كلشي يلبس في الكومونتير دوك الناس اللي كيبغيو يعاودوا البيع او مثلا اللي كيبداو المشاريع يقولوا كيف النهار الاول كيفاش تعامل معاهم عاونتهم الحاجة اللي ما تلقش لهم تنقول لهم ما تلقش لكم فهمتي اهم حاجة كتنصحهم شوية بالذوق تنقول شوف مثلا كيجيو عندي على الكرب دو سوا هاد الايامات بزاف كيقول لك بغينا الكرب دو سوا تنقول لهم شوفوا انا عزل لكم كوليكسيون اللي ما تباعتش ديالتي عرفتي شنو هي اللي ما تباعتش ديالتي يعني غتعطيهم احسن ما كاين الا ما تباعش لك اسيدي جيب واحد 10 12 رجع لي اللي رجع تنقول لك اسيدي بدل ولا خذ فلوسك مزيانه مزيانه هادي ربي يخليك شوف اخويا هادو جوج اونص 150 درهم ولا بغيتو ثلاثه بالنسبه للرجال 180 درهم 3 متر الثمن راه سبحان الله ولا معروف عندنا ياك انا كنتمنى مناسب دابا الناس كيجيو شنو كيسولوا ما كيسولوش على الثمن دابا كيسولوا على
السلعه الجديده واش كاينه مثلا على موديلات راه دخلوا عندي التعاليق كيكتبوا لي امتى غتصوري مع الورده الذهبيه مريم راه ما صورتيش لينا مع الورده الذهبيه القناه ديالنا في اتوب الورده الذهبيه ديما كيسولوا فينا تقول ما صورتوش لينا غتصوروا ان شاء الله انت كنبغيو حتى نجيبوا لكم الجديد ويكون برومو البنات نخلي لك النواغ هو الاخر ديما كتخلي لي النواغ هو الاخر شوفوا معايا البنات النواغ شوفوا لي النواغ البنات ديال الاول داخل حيط النواغ ديما كيطوى على الظهر ديالو في التجاره كيطوى على الظهر ديالو شي حاجه ما مشدود فيه لا خمله لا والو هذه الزواقه ديال السبوله غالي الزواقه الكابو حط لي هنا اللي حطي شي زيد 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 يلا يلا تبرعوا ليا الكابو هانتوما اللي تبرعوا لي راسكم بنفس الثمن كاينه بنفس الثمن وقولي للناس هانتي الناس اللي تقدوا عليا السلعه يدخلوا لي كومونتير يقول لك كيف جاتهم الناس كاملين اللي تقديتوا مع الورده الذهبيه ما فيها بس كتبوا تعليق باش الناس كاملين يستافدوا وكترجع لابسه وكتقول لك زيدني منه غير بغيتو سواء نخبيه ولا نعاود نلبسو كتعرف راه فيه جوده عاليه فهمتي وهادشي كيفرح مرحبا حتى الناس اللي كتكتب لنا التعاليق حتى هما كنشكروكم على التعاليق الزوينه ديالكم شوفوا معايا البنات هاد الكغي الكغي هذا شوفوا البنات شوفوا 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 هادشي البلو ديال شوفوا لي الكغي شوفوا البلو بحقيقه فيهم اللوينات غزالين غير الاذواق تختلف اذواق تختلف تماما ها الكغي مفتوح شوفوا معايا حنا بغينا نرضي وجميع الاذواق الكغي مفتوح ها هي انا جبت لك الكغي مفتوح واش جاب لك ما كان هاد السلعه هادي كانت قليله شي شويه والصراحه نقول لك واحد المساله حتى في الديبوات ديالنا انا مقلين عليا السلعه فهمتي حيت انا اللي كنبيع كثر ياك وكناخذ كثر السلعه والمحلات الاخرين تيبقاو بلاش اذا تيوصيو كاينه توصيه تماك فاش كيقولوا ملي جا كينان عطاو السلعه بين وبين ما تعطيوش كلشي زعما فهمتي باش يلاه الاخرين حتى هما يستافدوا بغينا كلشي يستافد لا الناس تاع هنا مرحبا لا الناس تاع البرنوصي لا الناس تاع درب عمر دابا الوغده الذهبيه اختي هنا فينا لاله مريم الناس ما كيعرفوش واحد المعلومه على اننا حنا قبل ما نديرو التقسيط حنا جماله الباطون ديالنا جمال هذا قلنا لهم اخي في اول فيديو قلنا لهم اذا انت واحد المساله فاش كنحيد الكميه ماشي حيتها غير الورده الذهبيه درب عمر وحيتها الورده الذهبيه ديال البرنوصي حيتها حتى الناس في المغرب كامل فهمتي دابا تصوري معايا الجماله والناس اللي كيبيعوا في المغرب كامل فيديوهات كيشوفونا وكيتصل الباطون بغينا داك الشيء بغينا 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 ما تيلقاوش مساك اذا كيفاش غدير خصك تجيب كميه كثيره باش يلاه تفرقها على الناس ديال الورده الذهبيه اللي في اليوتيوب الاي كوميرس وتفرقها على الجماله اللي كيبغيو يتقداو عليك اذا المساله كتكون شويه صعيبه وتا عائلتنا غدا وكتكبر والطلب اكثر من العرض غير اللي ما استفدش من هاد لا فيديو البنات كل اسبوع كاين سولد وكاين هميزات هذه تيقول لها زواقه الحبه الحبه شوفوا معايا هاد الحبه هذه راه فيها اللوينات ديالها شوفوا معايا نحاول نوريكم اللوينات فن هاد الحبه هذه شوفوا معايا هاد الكغي نواغ انا كنصح بها الناس اللي بغاو يديروا بها مونطوات حتى هي كتجي غزاله في المونطوات حيت شويه واقفه هي على السبوله وعلى الاخرى واش واحد هذا واحد الكغي ضاربه فيه واحد المعاد الخضوريه شي شوفوا معايا البنات نقربوا لكم تبارك الله ما شاء الله شوفوا ايوا هاد السلعه اللي عجبات شي حاجه فيها وصبغها ب 150 درهم 150 درهم جوج بيترو اونس الكوبو كامل 150 درهم شحال من مره كيقول لك مريم اختي وضحي لينا واش الميترو واش اختي كوبو كامل شحال هذه كانوا كتقول وحده تكشيطه ب 50 درهم اش غتقول لي في خاطر الميترو وقيل الميترو هادشي اللي تنقول لهم واحد المساله شتي انا المغاربه والله اختي لا تشوفي كنحاول ما امكن نقص في الثمانات واخا انا ماشي مولشي ولكن بتضافر الجهود مع السي رشيد كنحاولوا اننا نديروا شي ثمن زوين غنقول لك واحد المساله الله يحسن العوان غير الناس مقصحين نعطيك مثال بسيط سي فغي نعطيك مثال بسيط تكشيطه ب 50 درهم ياك والله الا كيجيو الناس يقول لي نقص شويه راه بزاف اش تقول لي في هذه القضيه الله يحسن العوان فهمتي تكشيطه ب 50 درهم الا اختي عندك جوج نقص لي شي شويه 50 درهم بزاف نقص شويه اذا فاش كتسمع الكلام ماشي كنتقلقوا كيبقى فينا الحال تنقولوا الناس راه مقصحين 50 درهم تكشيطه جاتهم بزاف فهمتي ما كرهناش البنات دير لكم 10 دراهم ندير لكم 20 درهم ولكن دايو اش كيقول قال لكم مسكين صغو باغي حتى هو درهم جوج دراهم ما يخلوش يكبغي لا يدير الاثمنه الله يسلمك مسكين كان علينا هو اللي ندخلوا اليوم يدير الاثمنه غادي لكم شي اثمنه اخرى خفت رشيد يقول لك يقول لك هذا زادني ما قدني فيه زادوا فيه لا خير ان شاء الله غنوريكم بوكليت حتى هي كاينه زوينه وعجبت الناس بزاف اجيو معايا هي غنوريكم الشكل ديالها اللوينات ديالها كما العاده راه معروفين انتي لله حتى هي غتكون نفس الثمن اخويا كنان نفس الثمن 150 درهم 150 درهم هذه زوينه ثوبها خفيف وطايح على الكتاف ياك ولويناتها زاهين شوفوا معايا البنات انا غنحاول نوريكم لويناتها دي عجاله التوصيل راه داخل المغرب وخارج المغرب الناس اللي كيشاهدونا اول مره انتي لله غتلقاو الارقام على الشاشه تواصلوا معاهم شوفوا معايا لوينات الا ما جاوبوكمش غتكون عليهم الضغط البنات غير خليو ميساج في الواتساب راه غير يساليو
يجاوبوا الناس كاملين. شوفوا معايا اللوينات تشكيلات مختلفين، الثمن 150 درهم. فيها هذه جوج ميترونس، جوج ونص ب 150 درهم الكوبو كامل. رائع جدا. شوفها غزال، صب نورد من داك الشافع. هذه صب نورد، يسخن الحال مخبي لها مشي. هانت شوفوا معايا، شوفوا معايا حتى هو هاو نوع ديالها بطبيعة الحال. حقيقة اللون، شوفوا هذا اللون هذا غزال بلاص وزويون. شوفوا معايا نقرب لكم باش تشوفوا كيفاش داير. تبارك الله ما شاء الله، راه فيها اللوينات خويا كينان. شنو غندوزو دابا باش ما نطولش على الناس لا فيديو. اللوينات ديالها بعدا هذه شفناهم ياك. ابار نواغ معروف وتواغ كاين، وندير لهم ان شاء الله شي سولد غزال ان شاء الله في هذه الحلقه. 150 درهم. لا دخل لينا هيثم يدير لينا شي سولد، يدير شي ثمن. نشوفوا هيثم يدير شي ثمن، واخا ماشي مشكل نعيطوا ليه. خليكم معنا دابا كينان، غندوزو لهذا البغوشي دو سوا اللي عجب الناس وحمق الناس ديال خارج كازا اللي كانوا تقلقوا عنا على قبله. كيعيطوا الناس يقولوا لنا بغينا هذه السلعه، ما كنقول لهم ما بقاتش تقادات ياك. انا وفرت منها كميه كثيره ياك باش الناس نغاديهم، ومن غيرها هي تقامت عندنا بثمن اخر ماشي بثمن باش كنا بعناها فيه ياك. غنحطها الناس في هذا الفيديو وسكريني والناس خارج كازا ياك. هذا البروشي هذا عقلت عليه شحال فيه من المترو هذا؟ فيه 82 3 متر وافي. وافي البنات شوفوا معايا، شوف الدروبو كيطيح زوين. ها اللوينات نحطهم لكم باش سكرينيهم الله يعطيكم الصف. هذه الثمن ديالها اليوم 150 درهم. 150 درهم. 150 درهم. 100 درهم. نعم 100 درهم. شنو هي اللي 100 درهم؟ حنا قلنا الناس 150 درهم، نخليوها لهم 100 درهم. هيثم شحال نخليوها لهم؟ 100 درهم. 100 درهم صافي. شوف كينان اللي قالها هيثم هي اللي كاينه، غنخليوها للناس ديالنا 100 درهم. نخليها لهم، نخليها لهم 100 درهم على وجهك سياك. ولكن شنو تقول لهم يدوا القناه ديالنا؟ ديروا لايك وسبسكرايب باش يوصلكم الجديد. واخا باش يوصلكم الجديد. انا نقول لك حاجه لاله مال. شوفي الله يعطيك الصحه، غنتكلم على القناه ديال اثواب الوضع الذهبيه. الارقام اللي كنشوف فيها راه كارثيه، حشومه والله الا حشومه. دابا حنا اول حاجه كندو اثمنه طايحين ياك باش نحسوا بالتفاعل، نحسوا بالناس كيبغيونا كيحبونا كيتقداو علينا ياك، باش نحسوا بالتفاعل. هو بلي جام وبلي كومونتير زوينين. لا شو ديما كاينه خويا اش كنقول لهم؟ عجبكم لا فيديو ديروا جيم. ما عمرنا كنطلبوا منهم. انا كنتكلم على قناه الوضع الذهبيه حيت حنا كلينا العصا بزاف بالثمن اللي كنديروا. شتي انا كون ما كنتش خدام عند غيفي، عندهم مثلا كي تنقولوا المقاومه مثلا في الذات ديالهم، وعندهم هذا الشيء مسلمات انهم مثلا نضاليين ومقاومين، والله تيشغل عليا مول المحل اللي خدام عندهم، حيت هذا الشيء اللي وقع له مسكين مون، وهاد التخفيضات اللي درنا راه شي حاجه صعيبين. ولكن كتدي الدعيوات ديال الناس كيدعيو معاك. الدعيوات راه هي تنحسو بهم وكيوقفوا لنا في طريقنا. ولكن شي حاجه من الموسى هي القناه. دابا تندخلوا القنوات اخرين ديال التفاهه، وكتلقى عندهم 400 كا 500 كا الوضع الذهبي 4 كا. شوف من عند المنبر تنقول لنا شوفوا هذا الفيديو حبس دابا، دير بوز حبس دابا، دخل لاثواب الوضع الذهبيه، فعل الجرس باش يوصلك الجديد، ورجع ديك الساعه تكمل الفيديو فهمتي. البنات كيستاهل لي لايك. كاينين الناس عرفتي شنو الفرق بيننا وبين قنوات اخرين؟ تيجي واحد تيغلي عليك، يحط لك شوف ب 4000 ريال ديال، ويحط عليه واحد الزيف ديال 600 ريال، ويقول لك توصيل فابور ويحسبوا لك ب 8000 ياك. ولكن مشى طاقي لي خمسه الناس وتجيب لي التصاور ديال 10 الناس. اذا لا حنا ما تنقولش لكم هاد المسائل هادو. هاد البروكار هذا ولا هاد البغوشي اللي غتشوفوا دابا اللي غنحط لكم اليوم، الطالب الوحيد اللي غيكون عندي فيه الناس اللي غيبغيو يستافدوا يسكرينيو لي حتى هما على انه كنبارطاجي القناه ديالنا، اولا دخل القناه ديالنا على الاقل يكون داخلين بارطاجي سيدي داكشي انت والجود ديالك والخير ديالك ياك. كنتمنى لك هاد التوب هذا اللي كيتقام عندنا جمله ب 220 درهم 230 درهم كتبيعوا ب 100 درهم، راه صعيبه انك تبيعوا ب 100 درهم وفي الاخر ما تلقاش التفاعل. البيعوا الشراء بيعوا شاريين بلا يوتيوب، بلا يوتيوب كنخليهم على خاطر ما عجبكم البنات لا دابا الناس شوفي وكان كيستاهل المساله لا لا لي لايك ديروا لايك البنات لان راه المجهودات اللي الناس كيغلطوا في واحد المساله تيقول لك لا راه متبعينكم. تنقول لهم راه كاينه لاله مريم شانيل قناه مريم شانيل وكاينه اثواب الوغد الذهبيه، اذا تبعونا هنا وتبعونا هنا. حنا تيصوروا مثلا معنا غزال كنخليها لهم على كتجي تصور عندنا. اذا فاش كتشوفونا في شي بلاصه راه ماشي بالضروره هذيك هي القناه ديالنا، قناه هذوك قنوات على راسنا وعينينا. ولكن اثواب الوغد الذهبيه دخلوا ليها حتى انتم تفعلوا الجرس طلع هذه القناه. انا بغيت ان شاء الله شوف هذه السيمانه هذه بغيت نشوف تغيير في القناه، راه الا تغيرات في لي ستاتوس ديالها طلعوا شي شويه راه حنا غنمشيو معكم بعيد. تنقول الباترون شوف راه الناس كيتشكاو تيقول لك تعطل، تيقول لك اسيدي حنا راه كنبيعوا بقلب راس المال، نزيدوا لي فيكتيف باش كتخلصهم؟ تيتخلصوا بالربح. انا كي تنقول الناس كون كانت انا عندي القناه المعلومه ديال اثواب خنوش ولا كيف تيتقداو الناس عند اثواب خنوش بداك الغلا، عرفتي شنو ندير؟ ندير لكل كليان ندير ليه بيع وشري ديالو. تم داخل المره نقول ليه سير انت بيع وشري مع هذه، انت سير بيع مع هذه،
حنا غادي نبيعو لكم تقل من ثمن المصنع. اذا كان تفاعل نشوفوه في هذه القناه هذا باش تدعمونا باش اننا نحسنوا من الجوده ديالنا وعلى اننا ان شاء الله نزيدوا قدام الزيتون ياك. والهدف شنو هو من هذا الشيء كله؟ الناس كلشي يلبس ان شاء الله باذن الله. صافي دابا هيثم دار لكم شحال اليوم هذا الثمن ديالو؟ 400 درهم. صافي الساعه ثاني. لا 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 كلمتك 100 درهم صافي 100 درهم باسي انا نوريكم الوينات. دار لكم هيثم 100 درهم خلاه لكم هاد الثوب هذا. شوفوا معايا كيقول لك ذاك الشبل ومن ذاك الاسد كلهم كلهم ودابا هيثم اللي كيشوف القناه ديالنا هيثم تا هو ديال ابون يلا طالع لي ابوني القناه ديالنا هيثم طالع ليك هيثم تبارك الله ما شاء الله تا وعدوا مع البيع والشراء. قلت لي الا بديتي بهذا الثمنات وانت صافي والعاوته يقتلوك ما يخلوكش كبير نتا هيثم هيثم دير لهم قول لهم دابا درت لكم الثمن شوفوا ديروا خلي معنا تزيد نقصه ثاني في شي حاجه خلي معنا باش نلقى خاصو هو اللي دير لنا الاثمنه اليوم. سير السياره وليدي سير خد الطبيب ديالك دير لنا درهم جوج دراهم. لا لا يسير يلا اجيو تشوفوا معنا البنات الوينات اللي كاينين في هذا الثوب هذا خليكم معنا انا البنات شكيلات موديلين ديال لي بانو تهلاو فيكم اليوم الورده الذهبيه والله الا تقام عندنا حتى هو غالي ولكن ما فيها باس حتى هو اليوم ان شاء الله نخليوه الناس ب 100 درهم 100 درهم فيه 3 متر فيه كثر هذا لا ثلاثه حيت فيه لي بانو فهمتي هذا كيتقطع على حسب البانو كتجي تقطعها من هنا على حسب البانو باش تجي من داك الشي رفيع شو هاد الوين هذاك هذا اكثر من 3 متر غير ب 100 درهم البنات خياطات والنقافات والناس اللي تبارك الله في صاله البانو راه معروفه كتجي غزاله في البسا سوا ديرها بازيك اولا ديرها مثلا صاري اللي عجبك شوف الوينه تاعو صور الوينه تاعو هادو شوفي هاد السلعه من ضمن السلع اللي كانوا تقلقوا عندنا فيها الناس اللي كانوا تيعيطوا قلنا لهم تقادات ها هي توفرت دابا ما بغيناش الناس يتقلقوا علينا غنديروا الخاطر ليكم كاملين شوفي توفرات عندنا غاليه ب 150 درهم ولكن حتى سيدي هيثم منين قال 100 درهم سيدي ما نردوهاش في وجهه يلا صافي خلي عرفتي اش غدير خرج انت وخلي هيثم نكمل انا وهيثم مشكل هذه شوفوا معايا البنات واخا نزيدو نذكركم باللون ديال هذه حيت انا حسيت الناس ماسكينوهاش مزيان ها هي كاين فيها هذا الخضر هذا هيا عندنا الساخير كازا 3 متر وكثر غير الثوب كامل كوبو كامل 100 درهم ماشي المترو البنات الكوبو 3 متر كلها ب 100 درهم 2000 ريال شوفوا معايا لون تينسي في لون شوفوا السلام عليكم الحسن السلام كي داير اخويا لاباس عليك حتى هو كيتواجد البنات في المحل ديال واحد 3 ايام ما خدمش راه سولوا عليك الناس ودعوا معاك في التعاليق دعوا معاك حتى هو راه كيتواجد في الولفة البنات شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله شوفوا معايا اللوينات ها انتوما غنحاول ندير لكم واحد الدور على اللوينات كاملين خويا كنان باش ما نطولش الفيديو شنو غندوز دابا غندوزو شي حاجه زوينه ان شاء الله يلا خليكم معنا ودابا غندوزو الخريب اختي الخريب ها هو عاوتاني زيدوا البنات ها الخريب هانتي هذا راه كيتخدم دو فاس انتوما تخدموا على هذا الفاس هذا ولا كتخدموا على هذا الفاس فيه دو فاس انتوما خريب دو فاس شي حاجه زوينه كي تنقول ديما الناس تاع فاس راه كيعرفوه مزيان كان عندهم في عادات والتقاليد ديالهم في العريس الا ما لبستش العروسه الخريب راه ما تزوجاتش هادشي شويه ديال هنا تبارك الله ما شاء الله اللوجه ديالو هنا يعني هذا كيتخدم دو فاس كانوا طلبوه منا بزاف الناس صراحه كانت عندنا كميه قليله فيه الحمد لله هي وجدت الكميه وهو فيها ثمن زوين دابا ها اللون الاول وهذا الثاني قول لي بعدا شحال فيها من مترو 3 متر 3 متر 3 متر كامله بشحال الثمن ديالها 100 درهم 100 درهم حتى الخريب حتى الخريب الكوبو كامل ب 100 درهم البنات ها الفير ديالو شوفوا معايا 3 متر كلها ب 100 درهم وهذا كيتخدم دو فاس كتخدمي على هذا الفاس ولا تخدمي على هذا الفاس هذا ها هو دو فاس البنات شوفوا معايا اللون هذه غير 100 درهم 100 درهم خويا بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الفوده هانتي لا لا اللوينه تاع الفوده راه مازالين ها هما البنات غتمكننا اننا نزيد واحد الكميه هادو باقا 70 شحال متر 70 درهم تفاعلوا فيه الناس من داك الشافعي جوج جونس ب 70 درهم جوج جونس كامله ب 70 درهم البنات الناس اللي غيشاهدونا اول مره راه كنا ديجا صورناه في الفيديو السابق اجيو 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 معايا الجديد هذه مون برا فيلفات حصريا على الورده الذهبيه ما كاينش شي واحد السوق فيلفات انت شتي لا طومبي فيها واحد البريونس بلاتي مغربيين شوفي هنا في الوان الاخرين شوفي ديرها انتوما استعمالات هذه شحال فيها من متر اخويا كينان 3 متر 3 متر التوصيل داخل المغرب وخارج المغرب البنات مرحبا بكم بالنسبه للمحل كيكون مفتوح ثلاث ايام الاسبوع نعم لا وهذه الجمعه حيت اليوم ان شاء الله الاربعاء ياك اذا ان شاء الله الجمعه غنحلوا
حيت درنا لي فيديو معطل. اذا جمعنا نكونوا حالين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني مفتوح طيله ايام الاسبوع من 10 الصباح حتى ل 10 الليل. حتى ل 10 الليل. هادشي الاستعمالات ديال هادي راه حتى دير لا تكشطات فيطنات كدير نعمل الجليبات الا بغيتي جلابه الحضور ياك كدير تحتيات. انا البارح خدات عندي واحد السيده تليجه وقالت لي بغيت ندير لها هذا لتحت فهمتي حيت التليجه كتكون طايحه وهاد هاد المبغا فيلفيت غزاله كتجي بحال لامي فهمتي كتعطي واحد البريون للتليجه كتجي منك شفافه صافي بلا ما تحل الالوان انت شوفها كيبانو حسان اخويا كينان هكا تيبانو حسان الا ما سرحتش اللوينات كنحس براسي بحال دخلت على الناس بالمجهود بالعكس هكا باش يسكريني واللوينات كامل يختاروا ملي كنبينوا لهم هكا تقدر ان تعلم لك اي لون هي بغات انا تيقول لي قول لوان هذا مثلا بلو مارين هانت ها البلو مارين ياك راه باينين البنات الاخضر الملكي الدوغي هذاك اللي سبقناه الاول كان زيتي هذا واحد الكري غزال بزاف كري معاه البرونز كري نوار كري نوار كري مع البرونز البنات شوفوا معايا هذا غزال الدوغي الفيغانيس هذه في السوق باقا ما داخله عند حد ما كايناش عند شي واحد فهمتي ما كاينه عند حتى حد ما كاينه عند حتى واحد موبغا فيلفات الثمن ديالها موبغا لامي مازال حتى واحد باقي ما دخلهاش والثمن الثمن غيكون جد مناسب بزاف شحال فيها من متر 3 متر 3 متر الثمن 150 درهم 150 درهم ياخذوا غير ساتان غياخذوا بالثمن كاين بلاتي كاينه كميه موجوده فوق ما تخيل كمية موجودة البنات شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله اللي غدوز هاد لاكوموند هذا وقلنا لها غير صبغي نخدموا معاك هي صبغي نخدموا معاك راه الكمية موجودة حيت كاينين الناس علاش كيضغطوا عليك ويعاودوا يصونيو يصونيو تيقولوا على هاد الكمية غتقاد هادي بعدا انا تنقول للناس ديال هادي يسكرينيو ويصيفطوا ويصبروا ان شاء الله راه كاينة الكمية نجاوبوا ان شاء الله جميع الخضر كاين فيغ انيس فيغ بوتاي شوفوا معايا فيغ رويال كلهم لوينات تبارك الله ما شاء الله العريسات ديالنا شي قفيطنات غيجيو من داك الشافعي الناس اللي كيبغيو مثلا تنقاف ولا اللي كيبغيو يخدموا مثلا قفيطنات للعراسات وداك الشيء انا جبت لهم هذه المبغى هذه يدعوا معنا فيها ان شاء الله 3 متر كامله 150 درهم 150 درهم خليكم معنا باقي المفاجاه هذا خلى لك الكحل شتك مخبي مخبي لي النواغ البنات شوفوا كيخبي واحد المتتبعه قالت لي غير كتشوفي النواغ كتبداي تضحكي يا مريم قالت لي كتعجبيني ملي كتشوفي النواغ شوفوا البنات النواغ ديالو كيفاش داير ها انتوما شوفوا واعر هذا حتى هو 3 متر شوفوا 150 درهم خليكم معنا باقي المفاجاه انت لافريك على عزيز عليك مريم حاولك خبيتي ياك هذا عرفتك انت لاله مريم الله يعطيك الصحه اخويا خليك معايا انا غنقول لك واحد الكلمه قبل ما ندوزو ان شاء الله للارتيكل الاخر اللي غتكون في الفيديو غندوز لكم واحد الارتيكل اللي هي ديال صدمه الموسم فهمتي عمر غتخفي اللي غندير لكم دابا وغتشوفوا عمر ودير شي قناه وعمر غنشوف شي محل اللي غندير دابا ان شاء الله خليكم معنا خليتينا ختام هو مسك كان عكس بدليل لا طبيعه الحال ختام هو مسك ختام هو مسك يلاه معايا